زي ما انتم عارفين كريستيانو رونالدو هو اعظم شخصيه رياضيه على مر العصور، وهذا مو كلامي ولا رايي، هذه الحقيقه. اتمرن واعيش مثل كريستيانو رونالدو مده اسبوع واشوف الى اي مدى راح اقدر اتطور. نايك الراعي الرسمي لرونالدو راح اشتري من عندهم. وبعد ما شريت الاغراض من نايك جاء وقت الاختبار. رونالدو معروف بقفزاته العاليه، واعلى قفزه له في مباراته ضد مانشستر يونايتد يوم كان مع ريال مدريد في 93. في اختباري الاول اعلى قفزه لي في اليوم الاول 38 سنتيمتر، هدفي اجيب اعلى منها. اقصى سرعه وصل لها رونالدو كانت 38.6 كيلومتر في الساعه، وهذه اسرع انطلاقه في تاريخ كره القدم. وفي هذا الاختبار الثاني راح احاول اني اتطور في السرعه. في الاختبار اللي بعده الشوت قدام المرمى، حاولت أجيبها وما قدرت، الين جبتها في السادسة. يس، أبدا ما يعتبر شيء سيء كبداية. هذه لا يا شيخ. أكثر من سجل بالرأس في تاريخ كرة القدم كريستيانو رونالدو بأكثر من 100 هدف. بحاول في اختبار الرأسيات أضرب الكرة في العارضة من 10 محاولات فقط. يس 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 اوبا، وطلعت الكرش يا احمد، ايش كنت تسوي في قطر بالله؟ واما الان في الاختبار الاخير، اللحظه المنتظره، اختبار الفاولات. اي نعم، انا في الشوت مره سيء، في الفاولات كمان مره سيء، سني بحاول وراح احاول. شوف كيف اضيع يا حبيبي، تحت شويه، ركز يا كابتن. قربنا. الله أكبر، يس جول. بعد كريستيانو رونالدو إذا جاي يسوي التمارين يكتب التمارين في ورقة. قلت ليه هو يسوي سي وجايبها من ذا التمرين. سي كريستيانو رونالدو ياكل تقريبا 6 وجبات اليوم مليانه بروتين. وجبه الفطور عنده ديك الرومي والجبن وزبادي ناشف. ما يشرب كحول، ما يشرب قهوه، ما ياخذ وجبات سريعه نهائيا، وما عنده يوم مفتوح. تمارين الصباحيه اليوميه، احط لي ساعه اتمرن فيها. شعرت وكاني لاعب كره قدم وعندي مباراه مره مهمه بكره. حسيت اني في تطور وكل مالي اصير احسن وافضل. حطوا في الحسبان انه تمارين كرة القدم اليومية روتين ممل. رونالدو ما عنده لعب في موضوع النوم، ينام بدري يصحى بدري. هذه وجبات كريستيانو رونالدو يا جماعة الخير، متكونة من 7 وجبات. الوجبة الأولى تركي، ياكل لحم خنزير بس احنا بدلناه بالتركي. الوجبة الثانية تشيكن سالاد. الوجبة الثالثة بيض مع خضار. الوجبة الرابعة اللي هي تعتبر سناك شوية يعني فواكه. الوجبة الخامسة توست مع افوكادو مع شوية خضار. الوجبة السادسة سمك فيليه مع شوية خضار مع رمان. والوجبة الأخيرة السابعة اللي هو ستيك مع سلمون. معتمد اعتماد كلي على البروتين والفات وشوية كربوهيدرات. ترى كريستيانو احيانا يطبخ بس للأسف المطبخ مو جاهز. هذه وجبة الغداء. كريستيانو رونالدو ياخذ موضوع القهوة بشكل جدي يا جماعة، دائما ياخذ القهوة في اليوم من 45 دقيقة إلى 90 دقيقة. كريستيانو رونالدو يقضي وقت طويل في الجاكوزي البارد لأنه يساعده على استشفاء العضلات وتخفيف ألمها وتحفيز الدورة الدموية. السلام عليكم. اشرب مويه. كريستيانو رونالدو ما يتخلى عن تمارين النادي، هذا السبب اللي مخلي جسمه قوي وعضلاته قويه ومستمر بنفس الفورمه طوال السنه. تمارين المقاومه اصبحت اساسيه عند لاعبين كره القدم، اذا اللاعب يبغى يكون كويس داخل الملعب لازم يكون كويس داخل الجيم. كريستيانو كل يوم يسوي كارديو بشكل مستمر عشان يحافظ على لياقته، سواء يسويها في البيت وقت الراحة أو يسويها في الملعب وقت التمارين. أفوكادو توست وربي مرة هناك خرافي والله طعم. في اليوم الخامس قعدت أدور مدرب شخصي بالساعات، بحث وبحث وأخيرا لقيت في حراج.
كابتن محمد السلوم اليوم حيدربني وحيخليني افضل من كريستيانو. باذن الله نبدا اول تمرين يلا. هذا المدرب اللي راح يخليني زي كريستيانو احسن. شوف كيف التمارين ولو انه هو على الصامت، لكن صدقني شوف كيف حرصه واصراره. انتبه يا رونالدو، انا في امل في امل. اوكي هذه اول كلمه يقولها. انتبه يا رونالدو، انا قادم راح ادمرك، راح افجرك، راح اكون احسن منك. رونالدو وقع مع النصر، ام الغبنة جالس اعيش حياته واحد وقع مع النصر. يا الله والله ماني مصدق. كريستيانو ما يلعب موضوع الاستشفاء، تعالوا اوريكم. هذه اول مرة اسوي فيها مساج للرجل وانصح فيه. يا احنا في اليوم الاخير اللي هو يوم النتائج، حكم ان كريستيانو رونالدو وقع مع النصر، ترينا تيشيرت النصر عليه كريستيانو. في اختبار القفز السابق جبت 38 سنتيمتر، واليوم جبت 43 سنتي. فعلا تطورت. عشان يكون التحدي اصعب جبت راكان وريان، افضل اثنين يلعبون كورة في فلة باور. ابراهيم افضل حارس في باور. روب ظاهرة الفلة. في الاختبار الثاني السرعة. كيف؟ اتطورت صح؟ في اختبار الشوت خليته اصعب، راكان وريان راح يدافعون ضدي والمحاولات راح تكون من 5. ايوه 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 أربعة من خمسة. وفي اختبار العرضيات كذلك يكون أصعب، ركان وريان راح يدافعون ضدي. شوف ركان ما أدري إيش فيه. لا. بالمناسبة ركان طوله 164، ريان طوله 165، وإبراهيم طوله 160. يعني عيب ما سجل. يا أستفور الحارس يفور. حلو حلو. يلا. أيوة. ايوه سي ايوه ايوه حلو ايوه. الله اكبر. اختبار الفاولات راح يكون اصعب بالحيطه والحارس. حلوه اوكي. يوه ايوه ايوه الدون ترى ما هو افضل واحد في الفاولات، لان رونالدو اصلا اخر 10 فاولات ما سجلها. الدون سجل 146 بلنتي من اصل 175، وانا في اختبار البلنتيات راح اسجل من 5 محاولات. هذه آثار التمارين الصباحية اليومية. المنتهي هذا المنتهي شباب. روتين الدوم من تمارين وأكل ما هو صعب، الصعوبة الفعلية هو الاستمرارية والانضباط لأطول مدة ممكنة. شاركني في التعليقات إذا كنت قادر على الانضباط والاستمرارية لأطول مدة ممكنة. اللايك والاشتراك، نراكم على خير.